للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا الآن مراسلنا من بغداد بدر الركابي. بدر مرحبا بك، كيف هي الصورة الأمنية أولا لديك في بغداد، وما هي ردود الفعل الشعبية وكذلك ردود الفعل السياسية لديك؟ نعم زميلي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. يعني تحدثنا بداية عن الموقف الأمني، فالموقف الأمني جيد لغاية الآن. نتحدث عن خطوات أمنية متسارعة لتدارك الأزمة التي حدثت فجر اليوم باستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي. لا تزال القوات الأمنية تعمل على التحقيقات بشأن معرفة ملابسات الحادثة وكذلك مصدر هذه الطائرة ومن أين انطلقت والجهة التي تقف خلفها، لا سيما وكما تحدث رئيس الوزراء بكلمته عن أن القوات الأمنية مستمرة بعملية استتباب الأمن، ولربما مثل هكذا أفعال قد لا تتسبب بتدهور الأوضاع والعودة إلى المربع الأول كما تروم لربما بعض الجهات بتدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد أو يعني بالعراق بشكل عام. القوات الأمنية ماسكة للأرض لغاية الآن، الوضع في العاصمة بغداد غير مربك كليا. نتحدث عن انسيابية عالية في حركة المرور، ولا يوجد حتى يعني عندما نتحدث عن إشكاليات أمنية أو تدهور للوضع الأمني دائما ما نشاهد بعد هذا الأمر انتشار كثيف للقوات الأمنية بمختلف صنوفها في الشوارع. هذا الأمر لم يحدث اليوم، وهذا يدل على تماسك القوات الأمنية وأيضا تعاونها من أجل كشف ملابسات هذه الحادثة. أيضا حتى من ناحية ارتدادات الصدى، لربما هذا الحدث هو الأبرز اليوم بحديث يعني الشارع البغدادي هنا في مختلف المناطق. يعني تجولنا وكانت لدينا لقاءات مع عدد من المواطنين، الجميع اليوم يتحدث عن هذه الحادثة والاستهداف ومحاولة الاغتيال الفاشلة لشخص رئيس الوزراء، والجميع اتفق على أن هذه سابقة خطيرة كونها تستهدف هرم السلطة، وهذا يشي يعني مخاطر جمة لربما ستلي هذه العملية نتيجة لاستهداف، نتحدث عن استهداف رئيس الوزراء وهرم السلطة. الجميع مع اطمئنانه بدور القوات الأمنية وما تحاوله من فرض سلطة القانون، ولكن هناك مخاوف لربما من زيادة مثل هكذا أفعال، لا سيما بعد الفعل الذي طال مقر إقامة رئيس الوزراء. فبالتالي هو حديث اليوم يتضمن تساؤلات عديدة وكذلك تكهنات عديدة بشأن ما سيحدث في قابل الأيام، ولكن الجميع متفق على رفض مثل هكذا عمليات جبانة تحاول استهداف السلطة وكذلك تحاول استهداف اليوم القانون والاستقرار والأمن في البلاد، لا سيما ونحن نتحدث عن استهداف يعني رئيس الوزراء باستهداف العراق برمته كونه يمثل اليوم هرم السلطة. أيضا هذا التضامن رافقه تضامن سياسي من مختلف الأطياف السياسية والكتل والأطراف، إن كانت السنية والشيعية وكذلك حتى الكردية، أن تحدثنا عن المسميات. فالجميع رافض اليوم لمثل هكذا يعني أفعال هجينة قد لا يعني لا تهدف إلا لزعزعة الأمن وكذلك الاستقرار في العراق، وقد هذا ما يعني تروم به بعض الجهات من أجل عدم الاستقرار هنا في العراق وعودة الأوضاع إلى التدهور من جديد. بدر، ما هي ردود فعل الشارع أو المخاوف إن صح التعبير التي رصدتها من الشارع بعد هذه العملية، خصوصا بعد الخروج من مرحلة الانتخابات والتفاؤل الذي ربما ساد بعض الشيء في بعض المناطق وسادت أيضا في بعض الأماكن، هل هناك مخاوف لدى الشارع بعد هذه العملية؟ نعم زميلي، يعني قبل قليل تحدثت لك بأن الحدث الأبرز الآن الذي يتداول بين البغداديين هو عملية استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء، وأن هذه العملية هي تعد استهداف للعراق ولأمن العراق، وبالتالي مثل هكذا عملية هي تولد مخاوف لدى البغداديين، تولد تساؤلات عن ما ستلي هذه العملية باحتمالية عمليات أخرى قد تأتي في قادم الأيام، وهذا أيضا
يولد بعض التكهنات عن المشهد المقبل إن كان على المستوى السياسي وكذلك حتى على المستوى الأمني. بالتالي بالمجمل العام حديث البغداديين يتحدث ويتداول ويتمحور حول هذه العملية ومخاطر هذه العملية وما ستلي يعني من أحداث بعد هذه العملية، وكذلك حتى الخطوات الرادعة التي يفترض اتباعها من قبل السلطات الحكومية العراقية لردع مثل هكذا العمليات، كونها تستهدف العراق برمته وتستهدف أمن العراق واستقراره، والعودة لربما بالمحاولة إلى مشهد الفوضى من جديد نتيجة لتدهور الأوضاع وما تشهده العاصمة بغداد خلال الأسبوع الماضي من تطورات على مختلف الأصعدة إن كانت الأمنية وكذلك حتى السياسية. فأسئلة كثيرة يعني يتداولها الشارع البغدادي وكذلك من لديه اهتمام بهذا الشأن، والمخاوف من احتمالية لربما تصاعد الأوضاع نتيجة لهذه الأزمة، كون الأمر يتعلق ولديه ارتباطات قد تكون سياسية وحلها قد يأتي يعني عبر الحوار، لا سيما وتحدث رئيس الوزراء عن الابتعاد عن هكذا فعاليات وضرورة الجلوس والحوار الأخوي، وهذا يؤشر بحسب من تحدث معهم إلى ارتباطات قد تكون سياسية عن طريق هذا الفعل ب يعني نتائج الانتخابات لربما وكذلك التصعيد الذي يحدث في العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية. وأيضا الجميع يتفق على ضرورة أن تكون هناك خطوات عاجلة من قبل الحكومة العراقية لردع مثل هكذا فعاليات. بدر، دعني أسألك في شأن متصل، ربما أول أمس كان حدث ما حدث أمام المنطقة الخضراء من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات، هل ما زال المحتجون في أماكنهم أمام المنطقة الخضراء؟ نعم زميلي، التظاهرات ما تزال مستمرة لغاية الآن في المكان المخصص لها من ساحة الطابقين أو ساحة الحسنين، الساحة التي أقف أمامها الآن وهي من خلفي باتجاه جسر المعلق. هذا المكان المخصص للتظاهرات ما تزال الأعداد متواجدة فيه، ما تزال السرادقات والخيم منصوبة لغاية الآن، وأيضا كما شاهدنا يوم أمس توافد لأعداد من القادة السياسيين إلى هذه الخيام، وما تزال مستمرة عملية الاعتصام المفتوح. وبالتالي نتحدث عن مشهد لهذه الاعتصامات قد يطول مع استمرار عملية عدم الحسم لنتائج الانتخابات في ظل الخطوات التتابعية التي تقوم بها المفوضية بشأن عملية الطعون ومن ثم التوجه إلى المصادقة على نتائج الانتخابات، فقد تستمر عمليات التظاهر لغاية المصادقة على نتائج الانتخابات. يعني عند الحديث عما تلي هذه الخطوة قد لا يعني لا توضح ملامح حقيقية ولا يوجد تكهنات لغاية الآن عما ستلي هذه الخطوة، ولكن المشهد الحالي هو مستمر لغاية الآن بالحديث عن التظاهرات التي ما تزال مستمرة وتشهد إقبال من قبل الرافضين لنتائج الانتخابات، وهم مستمرون على ذات المطالب إن كان بشأن عملية العدوى الفرز لجميع صناديق الاقتراع والتي كما تعلم تحتاج إلى موافقة وقرار من المحكمة الاتحادية، وإلى أيضا ضرورة أن يوجد هناك كشف لعملية قتل المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي الذي استخدم في الأيام الماضية بالتصعيد الذي حدث في مشهد الانتخابات هنا وكذلك مشهد التظاهرات في العاصمة. شكرا لك من بغداد مراسلنا بدر الركاني.